سؤال رقم 102، في الشكل المقابل المقاومتين X و Z ثابتتين، يعني دي هديناها 3000 ودي هديناها 3000، لكن المقاومة Y ممكن أغيرها. هو هنا سامح بتغييرها بقيمتين، ممكن تبقى المقاومة المتغيرة ممكن تبقى بصفر وممكن تبقى ب3000، فيكون مدى فرق الجهد بين النقطتين A و B بيساوي إيه؟ هعمل إيه؟ هرسم الرسمة. لما تكون المدى بتاع المقاومة دي بصفر يعني مش موجودة، يبقى ساعتها بين الـ A والـ B 3000 بس، والمقاومة زد 3000، وفرق الجهد من أول هنا لحد هنا 9 فولت، ودي اعتبرتها بصفر يعني مش موجودة. تمام، ساعتها المقاومتين دول قد بعض، ففرق الجهد هيتجزأ عليهم بالتساوي، يبقى هنا 4.5 فولت وهنا 4.5 فولت. يبقى المدى الأول لما يكون المقاومة دي بصفر يبقى أول مدى 4.5. طيب المرة التانية بقى هخلي المقاومة دي قيمتها 3000 أوم، ويبقى جنبها 3000 أوم. عايزين بقى فرق الجهد في الحالة دي بين النقطتين، طبعا ما ننساش إن الحتة دي كلها 9 فولت. يبقى احنا هنوزع 9 فولت حسب نسب المقاومات. الناحية دي اللي هي AB فيها كام؟ 3000 و3000 6000، في عندك منطقة جنبينا 3000، يبقى 6 لـ3 يعني 2 لـ1. تعال نجمع مجموع الأجزاء، يبقى عندك كم مجموع الأجزاء؟ كام مجموع الأجزاء؟ 3. يبقى مطلوب منك تقسم 9 فولت على 3 أجزاء، يبقى الناتج 3 فولت، الجزء قيمته 3 فولت. طيب دي هتاخد جزئين، يبقى دي هتاخد 6 فولت، ودي هتاخد جزء واحد، يبقى دي هتاخد 3 فولت. اجمع هتلاقي 6 و3 هما 9، يبقى احنا ماشيين صح. يبقى المدى اللي بعده ان المنطقه دي هتاخد 6 فولت لو كانت المقاومه كام؟ 3000. يبقى احنا عندنا مدايين من 4.5 ل 6، يعني الاجابه الصحيحه هتكون رقم ج.